النهاردة معانا حلقة جديدة من كروشيه كرافت، هنشتغل مع بعض فانوس رمضان. فانوس رمضان هنشتغله مع بعض بخيط إليزا ديفا، بس هنشتغله ب إليزا ديفا بلس، تمام. أما الفانوس أصلا معمول بإليزا ديفا العادي، تمام. فهنستخدم مع الديفا بلس لونين، تمام، وإبرة مقاس 2 ملي، وهنحتاج كمان قص تشطيب، هنحتاج خرز، خلاص ده رفيع جدا، اوكي، وهنحتاج خيط خياطة لون اسود، وإبرة خياطة، وإبرة تشطيب. إبرة التشطيب دي هي إبرة تطريز بتكون ملهاش رؤوس، اوكي. وهنحتاج فايبر علشان نحشي بيه الفانوس، وهنحتاج كمان عصاية شيش عشان نحشي بيها، وكرتونة للقاعدة. يعني احنا بنستخدم المتاح، ممكن الافضل بالنسبة لنا اننا نستخدم البلاستيك. طب البلاستيك ده اجيبه منين؟ اي علبة حلاوة، علبة جبنة بلاستيك، هتقصي القاعدة على شكل الفانوس كده، تمام، وهنشتغلها، اوكي. دلوقتي هنبدأ نشتغل مع بعض. هنبدأ من القاعدة زي ما قلنا ديفا بلاس، هنبدأ باللون البينك. دلوقتي لما هنبدأ القاعدة المفروض ان احنا هنبدأ باتنين سلسلة. القاعدة علشان نشتغلها دلوقتي هنبدأ بالقاعدة، تمام. القاعدة زي ما احنا عارفين هتكون اتنين سلسلة، تمام. هاجي هشتغل في السلسلة التانية، اهو 8 غرز حشو، ستة، سبعة، ثمانية، تمام. بعد ما بشتغل كده 8 غرز بتوعي، بعد ما خلصت 8 غرز بتوعي هبدأ اجيب خيط بلون مختلف واحطه في نهاية السطر الاول، تمام. هبدأ اعمل السطر التاني كله تزايد، تزايد يعني غرزتين في غرزة واحدة،
ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 كده خلصت السطر التاني. تمام، خلصنا السطر التاني، بنقل الخيط بتاعي معايا، ببدأ اشتغل السطر التالت. السطر التالت هيبقى حشو متزايد وهكررها 8 مرات. انتي واحدة حشو، واحدة تزايد، واحدة حشو، واحدة تزايد. افضل لحد ما خلص السطر بتاعي، مشي بنفس الخط الطريقة، واحدة حشو، واحدة تزايد. حشو، واحدة تزيد، واحدة حشو، اهو. بعد كده اخر واحدة واحدة حشو واحدة تزيد. بعد كده ننقل للسطر الرابع اللي هيكون 2 حشو وواحدة تزيد. برضو هنكرر الخطوة دي 8 مرات. 1 2 واحدة تزيد، وبعدين 1 2 واحدة تزيد. كده خلصنا السطر الرابع، وهنبدأ في السطر الخامس اللي آخر سطر معانا في القاعدة. السطر الخامس هيكون 3 حشو وواحدة تزايد. ادي 1 2 3 ونزود.
نكمل. واحد، اتنين، تلاتة، زيد، ونكرر لحد ما نخلص السطر بتاعنا. بعد ما خلصنا السطر الخامس هنبدأ مع بعض السطر السادس. السطر السادس هو سطر ثابت في الحلقة الخلفية، تمام؟ فهنبدأ واحد، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، عشرة. بعد ما خلصنا السطر السادس هو دور ثابت في الحلقة الخلفية، هنبدأ نكمل باقي الجزء اللي تحت بتاعنا. السطر السابع هيكون تلاتة حشو وتناقص تلات مرات. واحد، ثلاثة، تناقص بقى المخفي. تناقص المخفي ندخل الإبرة في الحلقة الأمامية هنا، وبعدين الحلقة الأمامية في الغرزة اللي بعدها، واسحب فيبقى كأنهم غرزة واحدة، اشتغل على حشو عادي، وبالتالي ما يبقاش عندي اي فراغ جوه الشغل بتاعي. وبعد كده برجع اشتغل تاني تلاتة، واحد، اتنين، تلاتة، وبعمل تاني تناقص المخفي. واحد، اثنين، ثلاثة، كده تنقص المخفي. واحد، اتنين، تلاتة،
تمام. بعد كده التنقص مخفي، وبعدين واحد ثلاثة بعد كده التناقص المخفي. قلنا تاني التناقص المخفي بدخل في الحلقة الأمامية، الحلقة الأمامية اللي في الغرزة اللي بعدها، وبعدين بسحب، وبعدين بشد. تمام. بعد كده بشتغل سطر ثابت، برضو بنقل العلامة معايا اهو، دايما اشد الغرز بتاعتنا كويس علشان خاطر الشغل يطلع مشدود ومظبوط، الغرز بتاعته ميبقاش فيها فتحات فراغات. خلصنا السطر الثابت بتاعنا. تمام. دلوقتي هنبدأ نجيب كرتونة مقص، وهنعلم القاعدة على الكرتونة ونقصها أصغر شوية من القاعدة. قصينا، هنبدأ نركبها. تمام.
فايدة القاعدة ايه؟ فايدة القاعدة دي اني لو عايزة الفانوس بتاعي يفضل ثابت كده من غير ما يفضل يروح يمين وشمال، هي هتساعد على كده. تمام، بعد كده نبدأ نكمل شغلنا عادي جدا. تمام، ننقل الماركر بتاعنا برضو اهو بالخيط ونبدأ نكمل شغلنا. دلوقتي هنبدأ في السطر التاسع اللي هيكون فيه 2 حشو. شد كويس الخيط، وبعد كده واحدة تنقص. كده 2 حشو، واحدة تنقص، نكمل لحد آخر السطر. كده خلصنا سطر التناقص. دلوقتي هنبدأ السطر الثابت. كده خلصنا السطر الثابت، دلوقتي هنبدأ ندخل اللون الوايت او السكري. باجي عند اخر غرزة بسيبها كده ومش بسحب من اللون البينك بتاعي، لا انا هسحب من اللون السكري نفسه. بجيب اللون كده وبعدين أبدأ أسحب كده. كده أنا غيرت اللون وأبدأ عقدة خفيفة خالص. تمام، وبعدين كده خلاص اللون البينك انا خلصته. بدلنا اللون وهنبدأ نشتغل. هنشتغل اول سطر بس، سطر ثابت في الحلقة الخلفية. تمام، انا
لما بنشد الشغل جامد مخيط بيبقى شديد جدا، ف بيبقى متعب شوية. معلش، دي كده اشتغلنا أول غرزة. احنا هنشتغل في الحلقة الخلفية اهو، خلصنا السطر الثابت كده اوكي اهو. تمام، وهنبدأ بقى سطور التزييت. هنشتغل واحد اتنين تلاتة سطر التزايد. هنمشي 5 غرز حشو وبعدين تزايد. هنكرر الخطوة دي 4 مرات. وبعدين تزيد، بعد كده 5 وبعدين تزيد، بعد كده آخر مرة 1 2 3 4 5 وبعدين تزيد. بعد ما خلصنا مشينا 5 وتزايد 4 مرات، هنبدأ نشتغل 3 سطور ثابتة. هنبدأ نشتغل 3 سطور ثابتة. تمام، انقل برضو العلامة بتاعتي معايا الخيط ده. تمام،
ببدأ أشتغل. كده خلصنا التزايد وثلاث سطور ثابته. هنبدأ نعمل سطر تزايد، واحد اتنين، هيبقى 6 غرز حشو، واحد تزايد، ويكرر الخطوة دي 4 مرات. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وبعدين تزيد، بعد كده 6 1 2 3 4 5 6، وبعدين 4 5 6 7 8 9 10 ربع مرة، 1 2 3 5 6، وبعدين تزيد. وبرضو هنعمل 3 سطور ثابتة. Thank you.
خلصنا 3 سطور ثابتة بعد التزايد. هنبدأ دلوقتي في السطر رقم 20، هنعمل 7 حشو و تزايد. 1 2 3 4 5 6 7، بعد كده تزيد. هنكرر الخطوة دي 4 مرات. 7، بعد كده تزيد. خمسة 6 7، تزيد. بعد كده آخر مرة، 1 مرة رابعة، 1 2 3 4 5 6 7، تزيد. بعد كده برضو هنمشي 3 سطور ثابتة. بعد ما خلصنا 3 سطور ثابتة، هنبدأ نعمل سطر تزايد تاني. السطر هيبقى 8 غرز حشو، 1 تزايد، هنكررها 4 مرات. 1 2 3 4 5 6
أربعة ثمانية و نزلت أوكي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نزلت ثالث مرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية نزود كده. واحد تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ونزل. هنمشي سطر واحد ثابت بالأبيض بالسكري، وبعد كده هننقل للون البينك. نبدأ ندخل اللون البينك كمان. أبدأ أشتغل سطر ثابت عادي. بعد ما خلصنا السطر الثابت ده هنبدأ نعمل سطر ثابت تاني بس في الحلقة الخلفية اهو.
زي ما انتوا شايفين. ده كده اخر سطر سيبك معانا، وهنبدأ نشتغل التناقص بتاعنا علشان نعمل الارتفاع، يعني باقي الجزء بتاع الفانوس ده. تمام، دلوقتي هنبدأ سطر تناقص. السطر هيكون كالتالي، هنمشي 3 حشو ونلم، اللي هو هنعمل تناقص. هنكرر الموضوع ده 8 مرات، دي 1 2 3 حشو، وبعد كده نعمل تناقص مخفي، وبعد كده 1 2 3 حشو، وبعدين تناقص هنكرر 8 مرات زي ما قلنا لحد ما السطر يخلص. 1 2 3 تناقص. خلصنا سطر التناقص، هنبدأ نعمل سطر ثابت. بعد كده هنبدأ نعمل سطر تناقص تاني، هيكون غرزتين حشو وتناقص، وهنكررها 8 مرات.
السطر ثابت. كده خلصنا السطر الثابت، هنبدأ نشتغل سطر تناقص تاني، هيكون حشو وتناقص. وهنكررها 8 مرات. هنشتغل سطر ثابت. ودلوقتي هنشتغل تناقص 8 على طول، تناقص 3. ونكمل حشو الفانوس بتاعنا، ونعمل آخر سطر هيكون 4 طنوس.
هنبدأ في الحلقة الأمامية، ندخل الخيط كده كده، خلصنا الفانوس. دلوقتي هنبدأ نعمل الكنار اللي في الفانوس، نعمل بداية سلسلة، وبعدين السطر اللي احنا اشتغلناه في الحلقة الخلفية ده نيجي نشتغل في الحلقة الأمامية، وهنعمل الكنار بتاعنا. تمام، علشان اداري دي هبدأ من اي جزء هنا كده، اهو تمام، اوكي. أعمل سلسلة وبعدين أسيب واحدة وأشتغل عمود واحد خمسة، وبعد كده هسيب الغرزة واقفة في اللي بعدها بمنزلق. أسيب غرزة أشتغل في اللي بعدها خمسة حشو، خمسة عمود سوري. تمام، دي واحد خمسة بسيب غرزة وأعمل في اللي بعدها منزلق. أسيب واحدة وأشتغل في اللي بعدها وهكذا لحد ما بخلص السطر كله. واحد اتنين تلاتة أربعة
اسيب واحدة واقفة دي. مزارقتين. لحد ما اخلص السطر بتاعي. ودلوقتي خلصنا الفانوس، خلصنا الكنار، هنبدأ نركب العيون. دلوقتي هنبدأ نركب العيون. المفروض ان احنا قلنا ان العين بين السطر 19 و20، فهنبدأ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. تمام، فهنيجي يعني هبدأ اخذ وخرج. ثبت عليها كويس. وكده خلصنا الوش، مش باقي غير الحلقة. نشتغل عليها كلها حشو، وبعد ما اشتغل عليها كلها حشو هنركبها.
خلصنا، نبدأ نسيب حتة كده. 20 يكون جاهز. تمام، هنخيط دي ودي كده، خلاص ركبنا. تمام، كده خلصنا الفانوس الحمد لله. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير. خطوات الفانوس هتلاقوها موجودة بالتفصيل في لينك تحت الفيديو. اشوفكم على خير في الورشة الجاية ان شاء الله.